الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة أي الله تبارك وتعالى أعظم من كل عظيم فالله تعالى لا يوصف بالحجم لا يوصف بالشكل الله تعالى ليس له شكل ليس له حجم لأن خالق الشيء لا يحتاج إلى الشيء لأن خالق الشيء لا يشبهه والله تعالى هو الخالق فالله تعالى ليس جسما ليس حجما ليس له طول وعرض وسمك وتركيب تعالى الله عن أن يكون له جثة تعالى الله عن أن يكون له حجم لأن خالق الأحجام لا يوصف بصفات الأحجام فإن الحجم يجوز عليه الفناء وإن الحجم يجوز عليه التجزؤ أما خالق الحجم وهو الله سبحانه وتعالى لا يتجزأ ولا يتقسم سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الله أكبر كلمة عظيمة يقولها المسلم في الأذان والإقامة في افتتاح الصلاة في الركوع والسجود فلا تنس معناها يا عبد الله الله أكبر أي الله أكبر من كل كبير قدر وعظمة الله تعالى لا يوصف بالحجم الله تعالى ليس بالشكل الله تعالى هو الخالق فلا يشبه المخلوق الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.